ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان. ما هو الصنف الآخر؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين. نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الأول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله. هؤلاء هم كفار مكة. ولكن في المدينة، لأن السورة مدنية، جاء صنف آخر، هم أهل الكتاب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله، يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا، فذلك كاف. نقول لا، الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة. لماذا؟ لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام، مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أخذوا الأمر المادي في كتبهم. فإن قرأت التوراة أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر. فكأن الله أكد الإيمان باليوم الآخر، لأن الذين يقولون إننا آمنا بالله وآمنا بكتب وآمنا برسل لا يلتفتون إلى اليوم الآخر. فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم. والإسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء، من الإيمان بالله قمة ابتداء إلى الإيمان باليوم الآخر قمة انتهاء.